السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي الجميع يكون بخير وعلى خير ويكون في أحسن الأحوال يا ربي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نزوقوا هاد الشكل هذا. الأغلبية غادي نزوقوه بالبريد وغادي نعملوا ليه العقيق. أنا خديت الحرير، برمته على ثلاثة الخيوط. عندي هنايا النمرة 12 باش ما نبقاش باش مبقاش محنا مع العقيق. وعندي الزمرد النمرة 3، الزمرد النمرة 3 ها هو الزمرد النمرة 3، جايباه في ميكا لان غادي راكم عارفين بالزربة كي النمرة 3 ديال الخيط، يعني الزمرد ديال الخيط. على بركة الله عندي هنايا 10 ديال الأعمدة. نوضح لكم مزيان باش تبان. عندي هنا 10 ديال الأعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عندي 10 ديال الأعمدة، غادي نجي في العمود الخامس، يعني النصف، غنجي في العمود الخامس وغادي نوحل الخيط. غادي نجي لهاد الراس هذا ونخرج للراس الآخر، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. غادي نبقى ندير سبعة، يعني شديت هنايا الحساب ديال سبعة، غادي نبقى ندير سبعة ديال اللويات. كندير ليه هكاك باش كي يتبت. نزيد تاني نخرج من هاد الجهة وندور ونجي تاني للراس الاخر ونعمل تاني بريدة. جوج تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، درنا سبعة تاني، قلنا سبعة صافي عاد نبقاو نعملو سبعة. ونمشي تاني لنفس البلاصه ونجي تاني هنايا للنصف ونخرج تاني في نفس البلاصه ونعمل تاني بريده اخرى. سبعه ديال اللويات تاني، سبعه. علاش كندير بحال ما هكا؟ غير باش يتزير ليا البريد، باش تجيني الخدمه متقونه. ونجي ثاني لهنا سبعتان، سبعتان ديال اللويات. لاحظوا انا كيفاش مثلا، غير ما تخافوش منه، غير ما تخافوش مثلا البريد، غير ما تبقاوش خايفين منه تقولوا غادي يخسر. راه ما غادي يخسر ما والو، راه غير التكرار. قد ما خدمنا بزاف، قد ما كتمشي يدينا ما كنبقاوش. هنايا غادي نجي لهذا الراس هذا وغادي نخرج تاني من نفس البلاصه.
درتاني سرعة نفس العادة. نمشي ثاني اللوز ثاني ونجي لهنا ثاني نحاول نخرج باش نعمل واحد اخر. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة تاني. نجي تاني لهذا الراس هذا خمسة ستة سبعة، أو مضرب تاني سبعة. ونجي تاني كنعتذر، عملت لكم اللون في اللون لان هكا بغات الكليانه، فتنشوفو غير الحاجه اللي مطلوبه وتنعملوها. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة. دروك انا هذه ساليتها، غادي نعمل ليها، غادي نجي لهنايا باش نحيد هاد، باش نحيد هاد، باش هادشي ما يبقاش يبان. غادي ندير عقيقة، لاحظوا هنايا فانا عملت العقيقة كندور نبت مزيان. هاد كيف ما عملت لهذا الشكل غادي نعمل هنا وغادي نعمل هنا. وهنايا انا غادي نوري لكم تاني كيفاش، لان شحال وحده تقول لك لا مالك انتي داكشي اللي كنتي كتخدمي ديريه ماشي مشكل. فنيت فعلا نيت لان كاين شي وحدين فتي يتمحنوا باش يعرفوا غير شي حوايج بحال ما هكا يا بساط. كنجي لهاد النصف هذا، كنجي لهنايا مثلا ونعمل واحد العقيده غادي نجي لهنا. لاحظوا ونفصل لهذا، غادي نجي مثلا لهنا. درك هذا هو المركز، هذا هو المركز اللي غادي نبدا ندور عليه، هذا المركز.
تمنية تسعود هنايا غادي ندير عشرة، عشرة ديال اللويات. نمشي تاني لنفس المركز ونجي تاني لهنايا لهاد لهادي ها، نجي ونخرج تاني ونعمل تاني بريدة. قلنا نعملو عشرة، عندي هنايا واحد جوج، غادي نجي تاني لهنايا جوج ثلاثة أربعة، غادي نجي لهنا ونمشي لنفس المركز، نفس المركز خاصني نبقى دائما غادية في نفس المركز. عشرة شحال وحده تقول لك البريد راه تيشد ليا الوقت وتيشد لي، صدقوني راه غير بشويه غادي توضح. زيد تاني داكشي على حسب واش كتخدمي البريد بزاف ولا لا، واش كتخدمي الراندا بزاف ولا لا، يعني الحاجه اللي كنتي كتخدميها فهي اللي تتكون، فهي اللي فهي اللي كتزربي فيها، هي اللي كت الا كنتي كتخدمي فيهم كاملين كاملين فغادي تزربي فيهم كاملين هادشي بشكل طبيعي. بحال مثلا عندي هنايا بحال درك تشوفي فيا انا ندير البريد، يعني البريد صافي خدمته واحد خدمته بزاف، خدمتو بزاف نيت، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة، نزيد وحدة لدرجة بأنني ما تنحسبش دروك، ما كنحسبش فعيني ميزاني. هي تعقدات تاع العقدة، ما تخافوش من الرسالة تفتح زعما، ماشي هزت امكم كانت جوج براوز غادي نحاول نخرجها. المهم كنشدو هاد البريد هذا كيف ما كتلاحظوا، البريد اللي عملت هنايا غادي نزيد جوجات هنايا وندير هنايا عقيقة صافي، يعني سهلة وبسيطة. كنتمنى على الله تكون نالت الاعجاب ديالكم، شكرا للجميع، ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش لي اشتراك، شكرا لكم.